على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا تعلن الانطلاقة شوطنا 21 مكمل لأشواطنا في هذا اليوم. انطلاقة موفقة نتمناها للمشاركين، إثارة وتحدي. وهناك نسير مع المقدمة الشاهنية سالم بن سعيد المنهالي، بينما المركز الثاني الشاهنية سالم بن سليم بن ورع العباري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتواجد في الشاهنية على ثالث المراكز للسيد غانم بن سعيد بن خيلاء على المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز تتواجد في مشاهدينا الكرام الحاضر الشاهنية سالم بن سعيد بن حضيرم، بينما هناك الوصول من قبل الشاهنية حمد بن عبيد بن حمد الكتبي هنا بن مطوع يقدم لنا هذا الحضور المشرف، بينما المركز الخامس هناك اسم قادم يتواجد مشاهدينا الكرام محمد بن سيف بن محمد بن مطوع يقدم الشاهنية على المركز أيضا الخامس. هكذا الإثارة والتحدي، نعود إلى قيادة الشوط وإلى المركز الأول. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع القيادة والصدارة مع بن مطوع من يقدم لنا هذه النوعية الفاخرة على المركز الأول. ما شاء الله تبارك الرحمن، يا سلام، الله على هذا الأداء، الله يا الشاهنية، الله على هذا الحضور. بدون أي أوامر تقود السربة مندفعة بقيادة هذا الشوط حمد بن عبيد بن حمد بن مطوع الكتبي، يقدم نوعية فاخرة، نوعية فارقة هنا على البداية، بينما حرك حرك حرك. هناك أيضا وصلت الشاهنية عبد الله بن ظافر بن هادي الأحبابي على المركز الثاني، المركز الثالث تتواجد الشاهنية حمد بن خليفة بن حليس، ولكن بن مطوع بن مطوع على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، حاضرة بناموس هذا الشوط. سلام 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 أبو حمد، سلام، التهنية لأيضا عبيد بن حمد بن مطوع على فوز الشاهنية داعم هذا الشعار. شوف المركز الثاني، ولكن تهانينا والناموس على هذا الانتصار للسيد
حمد بن عبيد بن حمد بن مطوع المركز الثاني، وصلت في الشهرية سلطان بن حمد بن عبيد بن حضير من المركز الثالث، وصلت أيضا هناك الشهرية عبد الله بن يوحان. أما التوقيت الزمني 4:50، تهانينا والناموس حمد بن عبيد بن حمد بن مطوع على هذا الفوز والانتصار.